اليوم حبينا نسوي لكم جولة مسائية بشوارع يريوان. أبو تابعونا راح نوصل للسنتر المركز يريوان، تشوفوها إن شاء الله الاستحضارات على مود رأس السنة. عندنا هواي أصدقاء رادوا بصراحة يوصلون يريوان لكن ما قدروا يحصلون تذاكر، فارتئينا نسوي لكم هذا النقل حتى لا يبقى بخاطركم. هذا راح ندخل أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة يريوان، شارع المارشال بغراميان. هذا راح نتوصل إلى دار الأوبرا بعد قليل أمامنا. حاولوا تسوون شير، نكون ممنونين منكم، حتى أكبر عدد من أصدقائنا يقدر يتابع التقرير. هسه احنا اقتربنا من دار الأوبرا. هذه المنطقة مشهورة بالمطاعم والكافيتريات، وسواحنا أكثرهم دوسوا وأرمينيا اصطحبناهم من هذه المنطقة. هسه راح نستدير على اليمين، موجودة بحيرة البجع بالصيف اللي حاليا تحولت إلى ساحة تزلج على الجليد. هذه اللي تشوفوا المطاعم، هذه المطاعم. هسه دخلنا شارع ديريان، هذا نحن في شارع دومانيان. هذا الشارع ايضا تكثر بها المطاعم. عندنا تقرير نقلنا لكم مراسيم افتتاح الشجر الرئيسي في يريوان، تم الافتتاح يوم 19. تقدرون تلقوا على اليوتيوب على قناتنا أرارات للسياحة، وتقدرون تدخلون على صفحاتنا على الفيسبوك أيضا تجدون التقرير. استمتعوا بمشاهدة التقرير عبر اليوتيوب أو من خلال صفحتنا. على اليسار هنا عندنا ساحة شارل أزنافور. وبنهاية الشارع متواجد ساحة الجمهورية. هذه سينما موسكو. سينما موسكو. أحب أذكركم أي واحد يحب يتصل بينا بأرارات للسياحة، رقم واحد عندنا فقط، رقم واحد منشور مع كل التقارير. تقدر تستخدم الرقم هذا بالاتصال بنا عبر الواتساب أو الفايبر أو اتصال مباشر. هذه الشجرة الأسطورية اللي تم افتتاحها قبل 4 أيام،
شجرة الميلاد في وسط يربان ساحة الجمهورية. ويوم ليلة 31/12 الحفلة الكبرى تكون في هذه الساحة بالهواء الطلق، والدعوة طبعا عامة للجميع، وبعدها يحتفلون ببداية السنة الجديدة.